أهلا وسهلا فيكم في مكاني المميز. هذا المكان يمكن أول مرة بدخل معاكم للويرهاوس أو المخزن أو المكان اللي أنا بحط فيه أغراضي اللي جدا 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 أنا بحبها. حورجيكم أغراضي، حورجيكم كل قطعة أنا بستعملها سواء لبرنامجي سواء للطبخ، حتى عندي في البيت كل معلقة كل طبق كل شوكة وسكين كل كباية إلهم عندي معزة خاصة، أنا مرتبهم بطريقة كتير لطيفة. وحنشوف مع بعض أنا بهذه الفقرة إيش بدي أعمل. أنا مش هطبخ بس هعمل إشي تاني. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.